أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، حصتكم راب نيوز كيما العادة راهي بدات. البروباغاندا وحرب المعلومات هي السلاح الأقوى في صراع الأكذوبات. العالم راه خاضع للإعلام اللي يتحكم في الإقلام اللي تربح حرب الكلام عبر القنوات والجرائد المكتوبة. فاتونا بالسنوات كل حركة محسوبة. البروباغاندا كاين تاني في السينما الأفلام وكل نشاط مبني على الكلمة. المهم حلقة اليوم طويلة، نروحو نديرو الدورة لمراسلنا سي بوسطيلة. في القهوة تاع الحومة راه معايا سمسار شارب زوج قهوي وكامي باكية دخان. راه في حالة ما باع والو من اللي بدات الهضرة الدور. دخلوا الوطا وتعمر بيهم البور، داروا سركالة خونا يخمم باش يكسب الراي العام، راي يخلص في الجورنال باش يديفيو الكلام. طول عليا قال لي نجي قيس العشرة باش نقول له شي يقول ونعطيه باش تخلص الهضرة. نقول له يقول باللي هاد السيارات اللي دخلوا من البور وجابوهم بالمليارات راهم يدعموا في الكيان اللي يخسف فلسطين. يقولوا له ما تشروش ديجا سلعة على الشين. من هنا نستنتج باللي ديما الجشع هو الدافع اللي يخلي البروباغندا ترتفع. كيما خونا باش يبقى يهلك في الناس كون يصيب يخلص باش يحكمها لباس. هذا غي سمسار هيا نكبروا الدائرة، نطلعوا شوية النيفو ونطلوا من الطائرة باش تبان بوضوح هذيك الازدواجية تاع المعايير في الدول الأوروبية. ندوا مثلا الحرب الروس أوكرانية والقصف الصهيوني للأراضي الفلسطينية. من منظور الغرب خص يكون شعرك أصفر باش الأمم المتحدة والدول اللي عليك تهدر. كمل وتضرب بالطابلة وتندد بالانتهاك الحقوق الإنسانية وتدخل في الاشتباك. بس على كنت عربي كحل الراس وعندك لاحية، ما كاش اللي تهمه اسكو تموت ولا تحيا. بصح الشعوب علاش ما يهضروش قا حد المنكر قدامهم وما سمعوش. ماتوا أطفال وشيوخ في سوريا وقبلهم في العراق بالأسلحة الكيماوية، واللي راه صاري في فلسطين المحتلة إبادة جماعية وجرائم بالجملة. والرأي العام يتبع ويشوف الأخبار عيد في القصف الصهيوني للأطفال. الشعب الأمريكي stand contra tiro اللي يخرب فينا احنا يعليه انتيرو. قالوا في CNN باللي حماس ماشي ايرو، هادوك الإرهاب من عشرة نعطيهم زيرو. كما شفتوا الحرب الإعلامية هي القوة اللي تدعم القرارات السياسية. عندك إعلام قبيح يعني عندك لابارول باش تحكم العالم، خصك تشري بارابول، خصك تتهلا في الأدمين وتخلص لاباش باش تربح الحرب اللي تدخلها في لاكاج وفي شبكات التواصل الاجتماعي تان بين المؤثرين اللي خلص مليح يبان. أنا عندي باجا فيها أكثر من مليون ستوري شوفوها الألوفات كل يوم. نخدم لي شهر تخلصني نردك ستار، باغي تولي فنان خلص وريح في الدار. باغي تحرق واحد وترده شيطان، خلصني وانا نكشف عيوبه في الحيطان. هذه هي الخبزة ادي ولا خلي، انا ندير السوما يا الخوا والله ما نغلي. السبب هو الاموال والدافع هو الاموال، بالاموال الناس تتحكم في العقول والاقوال. نظن فهمتوا بالتقريب كيفاش راهي تمشي الدنيا وفهمتوا باللي الصحافة احيانا تولي بليا. النزاهة كانت بكري دروك تبع التيار، تقول كلمة الحق تفوت على البوسيار. اما الان نروحوا للشكايات كيما عودناكم نحكوكم حكايات. دارو فينا الهدار يدارو كلاو الملح ونكرو الخير. عند العديان فينا قالوا يا رابحين ومو ربي كبير. مربحتو والو غير الهدار يفيكم غير اللسان. احنا يا ربي معانا مع الايام وكل شي بان. ويا كلمك سيبقاش الناس يتسمى عريان، بغيناهم بالنية وخرجونا عديان. حاجة ما تدوم الباقي عيب علينا نذكروه، اللي قطع فينا بالضحكة والنية نغلبوه. اللي يبغينا بالقلب الصافي احنا تاني نبغوه، واللي يكرهنا الله يهديه بالرجلة نكسبوه. دارو فينا الهدار يدارو كلاو الملح ونكرو الخير. عند العديان فينا قالوا يا رابحين ومو ربي كبير. والآن في ركن قلبي وقلبك عند البوشي، اللي عقله رام بوشي واللي قلبه رام توشي. تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمو لي في الكون في الرخم مرتاح. صار هاك هضرتي فيا صار درتي فيا شمايع، خرجتي قاع الأسرار. قلتي لهم فيها طبيعة يبغي يخرب فيني فا، وقلتي راسها كبير جامي شتي واحد كيفه.
نستعرف باللي سبعي خطراتي يروح بالصح الله غالب بطبيعة قديمة وضوك تروح اللي غادتني كتر كي قلتي لهم باللي انا باش نربح الباك كنت نخلص القزانة بالصح معليش عمري انا نقابلك بالحنانة مالغري هدرتي فيا على بالي كنتي زعفانة غادي نديك وتروحي معايا للريستون نشري زوج تيكيات وباللوبيا نديرو لا فيستا اللي ما نجيش راك حاسبني كافية انت اللي راك تضل عند اصحابك تهدر فيا قلت لهم طويلة ضيفوا نحسبها سلوم ودروك لاعبها تغيط وجاي ترد فيا اليوم حرصت تطلق لسانك تغلط وتقول لي عمري ياك انا بالسيمانة باش عادا نمشط شعري وانا استعرف في هادي ما كان ما نقول بصح كي نجي نرقد راني ندير لها القردون انا غاضتني كي قلت لهم باللي انا نخون التقاشير ونلبسهم حوجي انا بصح معليش والله ما نفوتها لك ايا خليني في حالي وانت يمشي في حالك اعزائي المشاهدين كيما كنتوا تشوفوا معانا حسيتكم راب نيوز واللي كان معاكم انا نشكر حسن الاستماع خوتي نشكركم كاع الى ذاك الحين غادي نديروا اجتماع نهضروا فيه على الموضوع اللي غادي نطرحوه في العدد الجاي باش انتوما تسمعوه خوتي راسلونا حنا نشاوروكم على راب نيوز @gmail.com